دوكسولوجية جميلة بنقولها دايما في أيام الصوم، متاخدة كلماتها جميلة من المزامير برضو. بنبتدي كده: ما رحمك يا رب أسبحها إلى أبد الأبد. في الصوم الحقيقة في كذا زوكسولوجية، في 5، فدي واحدة جميلة منهم، يعني بنقولها كتير كل يوم من أيام الصوم. ما رحمك يا ربي أسبحها إلى أبد الأبد، ومن جيل إلى جيل أخبر بحق في فمي أثمي على تعالى رأسي، وثقل علي يا الله اسمع تنهدي، واطراح عني اجعلني مثل العشر الذي أخطأ إليك وترأفت علي وغفرت له خطايا، اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها أرضتك أمامك، اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينه واعترف بك هكذا قائلا: اذكرني يا ربي، اذكرني يا إلهي، اذكرني يا ملكي، متى جئت في ملكوتك فأنت يا مخلصي، قبلت إليك اعتراف وترأفت علي وأرسلته إلى الفردوس، وأنا أيضا الخاطي يسوع إلهي وملكي الحقيقي، تحنن علي يا واجعلني كأحد هؤلاء، أنا أعرف أنك صالح رؤوف رحيم، أذكرني برحمتك إلى أبد الأبد. أطلب إليك يا ربي يسوع، لا تبكتني بغضبك ولا برجزك، تؤدب جهالتي لأنك لا تشأ موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا. ترأف على ضعفي ولا تنظر إلي بغضب، أخطأت يا يسوع ربي، أخطأت يا يسوع إلهي، يا ملكي لا تحسب علي يا الخطايا التي صنعتها، أسألك يا مخلصي فلتدركني ما رحمك لتخلصني من
شدائد المضاد لنفسي لا تحرق عدم معرفتي مثل سدوم ولا أيضا تهلكني مثل عمور. يكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم، بل فلتدركني سريعا مرحما يا ربي لأصرخ مع هذا الشعب بصوت لا يسكت. من أجل هذا أطلب إلي أيها الرب الإله مخلصي أن لا تحاكمني أنا ضعيف الخاطي، لكن حل واغفر لي زلاتي الكثيرة كصالح ومحب البشر. ارحمنا كعظيم رحمتك.